أستاذ القانون الدستوري. أولاً مساء الخير دكتور صلاح، قراءة حضرتك لهذا القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي وتأثير هذا القرار على بعض الناس، وتأثيره أيضاً على لو بتكلم على مسألة القانونية والدستورية لهذا القرار. مساء الخير يا أحمد بيه، وتحياتي لكل من يتابع سيادتك. شكرك، تفضل. بدأتنا أنا أود أن أشير إلى أن قوانين الطوارئ وحالة الطوارئ منصوص عليها في كل دساتير العالم، نجدها في الدستور الفرنسي، في القوانين البريطانية، في القوانين الأمريكية، وفي القانون المصري وباقي المنطقة العربية. السبب في وجودها هو أنه إذا تعرض النظام العام في الدولة لأخطار، سواء بسبب حالة حرب أو غيرها، أو بسبب إرهاب، أو حتى بسبب أوبئة أو فيضانات، فلا بد من أخذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي يكون من شأنها وقاية النظام العام. هذه واحدة. قانون حالة الطوارئ في النظام المصري أحمد بيه هو القانون الرقيم 162 سنة 58. قانون قديم أدخل عليه العديد من التعديلات. هذا القانون يظل حبيس الأدراج إلى أن تحدث حالة من الحالات الموجبة لإعلان الطوارئ، مثل وجود زي التهديدات المتعلقة بالإرهاب وما إلى ذلك. في هذه الحالة الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ منعقد دستوريا للسيد رئيس الجمهورية، وطبعا بيعرض على مجلس النواب خلال لمدة 3 شهور، تمدد لثلاث شهور تانية بس بأغلبية التلتين. هكذا. ما الذي يترتب على إعلان حالة الطوارئ؟ يترتب اتخاذ تدابير مقررة ومنصوص عليها في المادة 3 من القانون 162 سنة 58، اللي من بينها فرض حظر التجوال، من بينها الأمر بمصادر بغلق بعض المحال، من بينها سحب تراخيص أسلحة، مؤخرا أضيفت الطوارئ الصحية، وأيضا مثلا تعطيل الدراسة في المدارس، الأمور الإجرائية المتعلقة بالتقاضي وتمديد المواعيد إذا كان هناك أسباب موجبة لذلك، وهكذا. كل دي إجراءات تتخذ. طب اللي بيخالف الإجراءات دي في التدابير يتعرض لعقوبات تصل ممكن للسجن، السجن المشدد. طب أي جهة تحاكمه؟ هيحاكم أمام محاكم يطلق عليها محاكم أمن الدولة طوارئ. طب لما سيادة الرئيس النهاردة رفع حالة الطوارئ، مصير القضايا إيه؟ لأن السؤال سيادتك فني جدا، مصير هذه القضايا إيه؟ ما كان محال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، تظل هذه المحاكم منعقد الاختصاص بنظر تلك القضايا ووفقا للإجراءات المقررة في قانون حالة الطوارئ. أما ما لم يتم الإحالة فيه، إنما في اتهام، يعود إلى المحاكم العادية لإعمال شأنها فيه. أنا عايز ألفت النظر إلى شيء. لا، اللي موجود دلوقتي في محكمة هيرجع محكمة عادية؟ لا، أنا ما قلتش كده. أنا قلت اللي موجود في محكمة، تظل المحكمة منعقد الاختصاص بنظرها ووفقا للإجراءات المقررة في قانون حالة الطوارئ. أما الذي لم يحال إلى المحاكم اللي هي أمن الدولة طوارئ، فيصار إلى إحالته للمحاكم العادية. ده النص. دكتور صلاح، كلام مهم قوي، لأن ده كمان يهم الناس. الناس اللي هم قدام تحقيق على ذمة قضايا تحت بند الطوارئ، مش هتروح طوارئ، هتروح محكمة عادية جنايات. طالما لم تحال القضية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. هكذا نص المادة قبل الأخيرة من قانون 162 سنة 58. ده أمر مهم. في أمر آخر احنا، طيب معلش، هنروح الأمر ما قبل 25 أكتوبر 2021، ما لم يحال إلى محاكم أمن الدولة هيحال إلى المحاكم الجنائية العادية. العادية تماما. لكن تماماً. الوحيل ما بنرجعش لورا، خلاص هيظل محاكم أمن الدولة طوارئ منعقد الاختصاص بنظرها ووفقا للإجراءات المقررة في قانون الطوارئ. يعني هتخضع للتصديق وما إلى ذلك. يعني دي نقطة مهمة للغاية طبعا. إنما حالة الطوارئ أحمد بيه، الفرض فيها أنها يمكن أن تفرض في كل أنحاء الجمهورية وفي جزء منها، ويمكن تسمى حالة طوارئ جزئية، ويمكن أيضا أن ترفع من كل أنحاء الجمهورية مع الإبقاء عليها في جزء منها. سيادتك، أنا استمعت للنائب صلاح أبو هميلة، أيوة، وحضرتك بتعقد عليه، بتقول له يعني ما كناش
شاعرين بوجود الطوارئ. هذا كلام صحيح، وأنا كان لي مداخلة مع سيادتك أو شرفته باللقاء لايف في الاستوديو، وقلت لحضرتك المواطن العادي ما بيحسش بإجراءات الطوارئ. وأنا لي سؤال، هو الصبح عن النهاردة المواطن العادي أحمد بموسى والسادة الزملاء الصحفيين اللي مع سيادتك وأنا وغيرنا، إحنا ما بنشعرش بأي شيء. ليه؟ لأن حالة الطوارئ بتتخذ تجاه من يهدد النظام العام فقط، والدولة كانت حريصة على ذلك. بيانات السيد رئيس مجلس الوزراء التي كان يلقيها بمناسبة الإعلان أو التمديد في مجلس النواب كان يؤكد على ذلك. حالة الاستقرار التي حدثت جراء اتخاذ تدابير حكومية، وأيضا جراء مناصرة وتماسك الشعب المخلص المحب الوطني خلف قيادته السياسية، هي اللي أدت إلى سيادة حالة الاستقرار. أنا عايز بس يا أحمد بيت أشير إلى نقطة مهمة جدا. أنا يعني مدرك أن هناك معايير عديدة لقياس مدى الاستقرار. أنا أحيانا أتشكك في معياري الطوارئ. ليه؟ أنه هي موجودة ولا مش موجودة؟ لسبب بسيط جدا. ما هو أعلنت حالة الطوارئ في باريس لما ضربت باريس في الإرهاب، ولما ضربت نيس على شاطئ البحر المتوسط في جنوب فرنسا على البرومناد زنجلي، اللي حصل أن أعلنت حالة الطوارئ. كل البلدان العالم مطالبة بأن تحافظ على نظامها العام، لأن في ذلك حفاظ على مواطني دولتها، حفاظ على استقرار الدولة. كل أنظمة العالم بها قوانين لحالة الطوارئ لا تستخدم إلا إذا توفرت موجباتها. لذلك بيترتب على قرار سيادة الرئيس النهاردة إيه؟ إن قانون 162 سنة 58 هيدخل الدرج تاني ومش هنطبق. هو قانون موجود مثله مثل قوانين الطوارئ في كافة دول العالم، لا يصار إلى استخدامه إلا إذا حدث وجب لإعلان حالة الطوارئ من تهديدات للنظام العام بالمعنى الواسع، وفي هذه الحالة يصار إلى تطبيق هذا القانون. إذا ما استقرت الأمور خلاص ترفع حالة الطوارئ ولا ضير، ما فيش أي إشكالية. شكر واجب إلى القيادة السياسية، إلى الحكومة، إلى الشعب المصري، إلى القوات المسلحة، إلى الشرطة، إلى الإعلام الذي يقوم على توعية العقل الجمعي المصري بأهمية الحفاظ على النظام العام. دلوقتي الدكتور أنور جرجاش أحد كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية بيقول